قدم اليوم أعضاء نادي الأسود الدولي بأنجمينة مساعدات لمركز الموارد للشباب المكفوفين بحي كبلاي بالدائرة الثالثة. تقرير إشراق عبد الله رحمة. تدخل هذه المساعدات في إطار مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الشرائح الضعيفة، لذا قدم نادي الأسود الدولي بأنجمينة مساعدات لمركز الموارد من أجل الشباب المكفوفين، وحيث أن المساعدات عبارة عن كتب خاصة بالمكفوفين من تلاميذ الثانوية والإعدادية والابتدائية. وفي كلمته الافتتاحية شكر مساعد مسؤول مركز الموارد من أجل الشباب المكفوفين فالنتين درواي نادي الأسود الدولي بأنجمينة على هذه البادرة الطيبة التي قام به، مشيرا إلى أن مثل هذه المساعدات تحفزهم إلى التعرف وتزويدهم من ذخيرتهم اللغوية في التعليم وفي الوقت نفسه. طلب من الجمعيات الإنسانية المماثلة أن تحظو حظوها كنادي الأسود الدولي. أما عضوة نادي الأسود الدولي بأنجمينة هي الأخرى قالت بأن هذه المعونات المدرسية ترمي لرفع مستوى التلاميذ. أنينا اليوم سكلوب أنجمينة اليوم لمينا كلوب كله ما كلوب ياسمين جابتها ليفر هنا براي 300 ليفر لأن الأميانين شان بقروا بها ليفر أنا براي ده للناس الماء يعرفونه هو ليفر خصوصا كل الأميانين ولمسوا بإيدينهم كبس بعرفوا شغل الفلوب بده ده ليفر الجبنا لهم ليفك فوق ببليوتيك نام. وفي الخدام قدمت أنشودة من قبل تلاميذ المركز يعبر عن مدى فرحتهم بالمساعدات.